أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. قال مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه الصلاة والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. يخبر لا بلسان ولهوات، ويسمع لا بخلوق وأدوات. يقول ولا يلفظ، يقول لما أراد كونه كن فيكون. لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله. لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. لا يقال كان بعد أن لم يكن، فتجري عليه الصفات المحدثات، ولا يكون بينها وبينه فصل، ولا له عليها فضل. فيستوي الصانع والمصنوع، ويتكافأ المبتدع والبديع. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في بحوث توحيد التيمية الجسمي الأسطوري. وكان الكلام في أساطير الأسطورة الأولى: الله شاب أمرد جعد قطط، صححه تيمية. الأسطورة الثانية: تجسيم وتقليد وجهل وتشويش. وأسطورة ثالثة: أسطورة ثالثة يرى في المنام وتدركه الأبصار في الآخرة. وأسطورة رابعة: الحراني يجيز السجود ليوسف. الآن ندخل في أسطورة خامسة. أسطورة خامسة، قلنا لكل أسطورة عنوان. أسطورة خامسة: أغبى الأغبياء أجهل الجهال. أغبى الأغبياء أجهل الجهال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشيخ التيمي الحراني في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول في صفحة 325 إلى صفحة 328، قال التيمية: قال اللفظ الرؤية وإن كان في الأصل مطابقا، فقد لا يكون مطابقا كما في قوله. إذن يقول لفظ الرؤية وإن كان في الأصل مطابقا، فقد لا يكون مطابقا كما في قوله، أي في قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، في سورة فاطر هذه. وقال أيضا، وقال تعالى: يرونهم مثليهم رأي العين، في سورة آل عمران. وقد يكون، إذن هذا الكلام لابن تيمية، يقول لفظ الرؤية وإن كان في الأصل مطابقا، فقد لا يكون مطابقا كما في قوله وكما في قوله. وقد يكون التوهم والتخيل مطابقا من وجه دون وجه، فهو حق في مرتبته وإن لم يكن مماثلا للحقيقة الخارجة مثل ما يراه الناس في منامهم. وقد يرى في اليقظة أو يرى في اليقظة من جنس ما يرى في منامه، فإنه يرى صورا وأفعالا ويسمع أقوالا. وقد يرى في اليقظة من جنس ما يرى في منامه، فإنه يرى صورا وأفعالا ويسمع أقوالا. هل فهمتم شيئا؟ طبعا هذا الأسلوب
موجود حتى عندنا في الحوزة موجود هذا الأسلوب. البعض من الأساس لا يفهم شيئا فيأتي بخزعبلات من هنا وهنا ويخلط الأمور ويعرف المصطلحات ويأتي بكلام فيه نوع، إذا كان يستطيع السبك فيه نوع من السباكة والسبك، ويأتي بكلام كثير، والإنسان يميل إلى الكسل وإلى الراحة وإلى عدم الدقة، عدم الدقة وعدم بذل السعة والجهد والقدرة. فعندما يرى هذا يهتز، يخاف، يرتبك. هذا في الشيء المكتوب، أيضا في الشيء المسموع الملقى، أيضا بعض المقاييس، بعض القياسات المنحرفة. عندما تسأل، وهذه حصلت وموجودة وربما البعض سمع بها، مرت علينا نحن عندما في أول تواصلنا مع الحوزة وأهل الحوزة والعلم وطلبة العلم، العلوم الدينية، أيضا كان يقال هذا. عندما تسأل عن شخص كيف تعرف بأن هذا أعلم من هذا، ما هو الجواب؟ جواب غريب طبعا. يقول الأول أعلم من الثاني لأني عندما أحضر الثاني أفهم ما يقول، وعندما أحضر عند الأول لا أفهم ما يقول. يعني ليس الكلام على نحو المزحة. لماذا لا تفهم؟ وما هو الدليل على أنه أنك لا تفهم؟ يقول يعني أنه يطرح مطالب عالية وأنا لا أفهم هذه المطالب، أعلى من مستواي، فهذا أعلم من ذاك. الظاهر بأن الذي يحصل الآن مع ابن تيمية، مع المؤلفات التي سجلت ونسبت لابن تيمية، ينظر إليها بهذا المنظار، بمنظار الكمية وليس النوعية، بمنظار الكم وليس النوع. وهذا الأسلوب يعرفه ابن تيمية، هو يتحدث عن الجانب الكمي دائما، كم التحق بعلي وكم التحق بمعاوية، كم التحق بالحسين وكم التحق بيزيد، كم معركة شارك هذا وكم معركة شارك هذا، كم شخصا ذبح هذا وقتل هذا، وكم شخص ذبح هذا وقتل هذا. فيعرف هذا فيأتي بالجانب الكمي، بالأسلوب الكمي، فيضعه في ما يكتب. هذا قلنا إذا كان كانت الإصدارات المؤلفات هي فعلا لابن تيمية ولم تكن لغير ابن تيمية، لأشخاص آخرين، ولم يكن على نحو أتى من مؤسسة منظمة، من حكومة، من جهة معينة، شكلت لجنة ولجان وألفت ما تريد من كتب ونسبت هذا لابن تيمية وذاك لغيره. إذن الآن سأفصخ لكم هذا الكلام. إذن أرجع وأقول، يقول ابن تيمية: لفظ الرؤية وإن كان في الأصل مطابقا فقد لا يكون مطابقا كما في قوله وكما في قوله، وقد يكون التوهم والتخيل مطابقا من وجه دون وجه، فهو حق في مرتبته، وإن لم يكن مماثلا للحقيقة الخارجية مثل ما يراه الناس في منامهم، وقد يرى في اليقظة من جسم ما يراه في منامه، فإنه يرى صورا وفعلا ويسمع أقوالا. أقول أولا، قال تيمية: لفظ الرؤية وإن كان في الأصل مطابقا. طبعا يعني الكلام مع ابن تيمية أنا ذكرت لكم سابقا، وأتيت الآن بهذا الموضوع أو بهذا المورد حتى يعني أثبت لكم، حتى نكون جميعا على يقين بأننا لم ندعي ادعاء ليس له أساس، لم ندعي ادعاء فيه نوع من المبالغة، لم ندعي ادعاء فيه شيء من الكذب والعياذ بالله. سأثبت لكم ضعف وهوان وجهل ما يطرحه ابن تيمية أو ما ينسب لابن تيمية. قال تيمية: لفظ الرؤية وإن كان في الأصل مطابقا، هذا ما قاله، قال لفظ الرؤية وإن كان في الأصل مطابقا فقد لا يكون مطابقا كما في قوله وكما في قوله. أقول: قال تيمية: لفظ الرؤية وإن كان في الأصل مطابقا. أقول: فهل يعرف الشيخ تيمية معنى ما قال فضلا عن أتباعه؟ وهل يوجد بينهم إنسان ولو بالحد الأدنى من العقل الإنساني؟
وهل يوجد بينهم إنسان ولو بالحد الأدنى من العقل الإنساني سأل نفسه ما معنى المطابقة المذكورة ومع من تكون المطابقة؟ فهل يخفى على أجهل الجهال وأغبى الأغبياء؟ من هنا انتزعنا العنوان، من هذا التعليق انتزعنا عنوان هذه الأسطورة. فهل يخفى على أجهل الجهال وأغبى الأغبياء؟ أكرر، فهل يخفى على أجهل الجهال وأغبى الأغبياء أن لفظ الرؤية إن قلنا بمطابقته لشيء، التفت التفت إلى الكلمات إلى الألفاظ، أقول فهل يخفى على أجهل الجهال وأغبى الأغبياء أن لفظ الرؤية، لفظ بين قوسين الرؤية، أن لفظ الرؤية إن قلنا بمطابقته لشيء فهو لا يطابق إلا نفسه. لفظ الرؤية، هذا لفظ الرؤية، أليف لام راء واو عليها همزة أو همزة على الواو ياء وتاء مربوطة، هذا لفظ الرؤية إن قلنا بمطابقته لشيء فماذا يطابق هذا؟ لا يطابق إلا نفسه. هل يوجد جاهل؟ هل يوجد غبي يقول غير هذا؟ أقول فهل يخفى على أجهل الجهال وأغبى الأغبياء أن لفظ الرؤية إن قلنا بمطابقته لشيء فهو لا يطابق إلا نفسه؟ هل يخفى هذا على أجهل الجهال وأغبى الأغبياء؟ بل حتى القول بمطابقته لنفسه فهو غير تام. لماذا؟ لأن المطابقة تتألف من طرفين، تتحقق من طرفين، فيقال هذا يطابق هذا. أما أن تقول لفظ الرؤية يطابق لفظ الرؤية فهو من اللغو وخفة العقل، لأنه غير تام في نفسه، أو أنه من تحصيل الحاصل. هل تيقنتم بأن من يقول بهذا الكلام ومن أتى بهذه العبارة هو أجهل الجهال وأغبى الأغبياء؟ هذا أولا. ثانيا، وعليه فلا يتم كل ما قاله بعده من كلام، فلا يتم قوله ابن تيمية فقد لا يكون مطابقا كما في قوله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وقال يرونهم مثليهم رأي العين. فلفظ رآه هذا في القول الأول في الشاهد القرآن الأول أفمن زين له سوء عمله فرآه، أقول فلفظ رآه مطابق لنفسه، أي مطابق لللفظ رآه. ولفظ يرونه في الشاهد الثاني يرونهم مثليهم رأي العين، ولفظ يرونه مطابق لنفسه، أي مطابق للفظ يرونه حسب كلامه ابن تيمية، حسب كلامه ابن تيمية نفسه الذي بيناه في النقطة الأولى. إذن أقول عليه فلا يتم كل ما قاله بعده من كلام، فلا يتم قوله فقد لا يكون مطابقا كما في قوله وكما في قوله. لماذا لا يكون كلام مطابق كلامه تاما؟ لأن هو يقول فقد لا يكون مطابقا كما في قوله، نحن نقول لا يكون مطابقا. أقول فلفظ رآه في أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا لفظ رآه مطابق لنفسه، أي مطابق للفظ رآه. ولفظ يرونه مطابق لنفسه، أي مطابق للفظ يرونه حسب كلامه ابن تيمية نفسه. وتأويلات التيمية وتبريراتهم، وتأويلات التيمية وتبريراتهم لكلام شيخهم غير مقبولة وغير تامة، وإلا فلماذا لا يقبلون تفسيرات وتأويلات وتبريرات الصوفية والماتريدية والشيعة والأشاعرة وغيرهم من فرق المذاهب والكلام والفلسفة، بل يخرجونهم من الإسلام ويكفرونهم ويبيحون دماءهم وأعراضهم وأموالهم. إذن هنا نقول وهنا أو في المقام تأويلات التيمية، أي ثالثا هنا نقول ثالثا تأويلات التيمية وتبريراتهم لكلام شيخهم غير مقبولة وغير تامة، وإلا فلماذا لا يقبلون تفسيرات وتأويلات وتبريرات الصوفية والماتريدية والشيعة والأشاعرة وغيرهم،
من فرق المذاهب والكلام والفلسفة، بل يخرجونهم من الإسلام ويكفرونهم ويبيحون دماءهم وأعراضهم وأموالهم. رابعا، أبجديات اللغة والعرف وأبجديات وبديهيات المنطق يجهلها تيمية وأتباعه الذين لا يفرقون بين الدال والمدلول ولا بين العنوان والمعنون ولا بين اللفظ والمعنى. فمن كان بهذا الجهل والمستوى الضحل من التفكير فكيف يستطيع التمييز بين معاني القرآن وبين معاني السنة الشريفة؟ فكيف يميز بين المحكم والمتشابه؟ فكيف يميز بين المحكم والمتشابه وبين الناسخ والمنسوخ وبين الخاص والعام وبين المطلق والمقيد وبين الحاكم والمحكوم؟ وكيف يميز بين البرهان والمغالطة؟ وكيف يميز بين الله والدجال الشاب الأمرد الجعد القطط؟ فكيف سيميز بين كلام الله الحق وكلام إبليس الدجال؟ وكيف يميزون بين مراد الله وأحكامه ومراد الشيطان وخزعبلاته وضلالاته؟ فهم الذين مرقوا من الدين فصاروا يستخدمون الدين والإسلام والقرآن للباطل والقبح والفساد والإرهاب، فكانوا ولا يزالون يرفعون القرآن وكلمة الحق يراد منها باطل وشيطنة وفساد وقتل وإرهاب. إنهم أجهل الجهال وأغبى الأغبياء. أنا عن قصد وعن وعي وعن دراية أستخدم العناوين وأستخدم الأسلوب، وكل ما يصدر الآن مني ربما يأتي في أذهان البعض، كل ما يصدر الآن مني الآن لا يأتي ولا يصل إلى نسبة واحد بالألف مما يقوله ويتجرأ به ويتجاوز فيه ويتعدى فيه ابن تيمية على أهل البيت، على أمير المؤمنين، على الصحابة، على النبي، على الله سبحانه وتعالى في كتبه. حتى كلمات من الفحش والفسوق تستخدم في كتبه، يستخدم هذه الكلمات في كتبه. سأتي لكم إن شاء الله بموارد، اطلعوا على كتبه وستعرفون. حتى الكلمات الفاحشة الآن عندما تأتي إلى إرهابي إلى داعشي تكفيري يبيع عليك الأخلاق ويرائب الأخلاق، استفزه قليلا، أحرجه بموقف، رد عليه برد علمي، ستكشف مغطأ، ستكشف الجيفة، ستكشف النجاسة، ستكشف الرجس، ستكشف المعدن النجس له. جرب وستعرف، وكل منكم أكيد مر عليه هذا الأمر. يراؤون بالأخلاق، لكن عندما تجعله في موقف في أبسط المواقف يكشف ما عنده. من أين هذا؟ يعني ليس من عندياته، ليس من عنده، هذا مسكين، هذا مغرر به، لكن من رموزه، من مشايخه، من أئمته. عندما ترجع إلى التاريخ الأموي للحكام الأمويين للمنحرفين، طبعا نحن نميز بين المنحرف وغير المنحرف، لذلك نترضى صدقا وعدلا على عمر بن عبد العزيز وغيره لم يأتي من عندنا ونفتري عليهم، وإنما كتب التاريخ، كتب التراث، كتب السير من كتبهم وليس من كتبنا، نأتي بالمصادر من كتبهم وهي حجة عليهم. من كتب التاريخ التكفير الداعشي يذكر موبقات وفضائح الحكام الأمويين. إذن أقول خامسا، أعزائي، لا يخفى على كل إنسان عاقل سوي أن اللفظ عادة يستخدم كآلة ووسيلة لإيصال المعنى، وقد وضع الواضع الألفاظ لتسهيل عملية الحوار وتبادل الأفكار وإتمام المعاملات بين الناس بل باقي المخلوقات. فمثلا لفظ ماء يستخدم للدلالة على معناه، وهو السائل المعروف الذي يقال عنه أنه عديم اللون والطعم والرائحة، وفي باقي اللغات
يوجد لفظ آخر قد اعتبره وجعله الواضع للدلالة على نفس السائل. ولفظ الماء لم يوضع مثلا للجسم الصلب الذي يطفو على الماء ويحترق بالنار، فوضع لهذا لفظ خشب للدلالة عليه. أقول فلا نعرف ما هو جواب أصحاب التوحيد التيمي الأسطوري عن اللغة والألفاظ التي تكلم بها الله تعالى مع موسى عليه السلام. الآن بعد أن عرفنا الآن كيف توضع الألفاظ، وضعت عند هذه اللغة وفي هذه اللغة وعند اللغة الأخرى وفي لغة أخرى، عند هؤلاء القوم وعند أولئك القوم، إذن عندنا لغات مختلفة. الآن أقول فلا نعرف ما هو جواب أصحاب التوحيد التيمي الأسطوري، ما هو جوابهم عن اللغة والألفاظ التي تكلم بها الله تعالى مع موسى عليه السلام. بأي لغة تكلم؟ بأي ألفاظ تكلم؟ وأن هذه الألفاظ التي وضعها الإنسان المعتبر وحسب حاجته وحسب موطنه وزمانه ولغته هي من وضع وصنع الإنسان ومن خلق الإنسان، فكيف يجعلها التيمية قديمة بقدم الله؟ يعني الآن عندما تسأل التيمية تقول لهم عندما كلم الله موسى تكليما تكلم مع موسى باللغة العربية أم باللغة العبرية أو بلغة أخرى، بأي لغة تكلم؟ هذه اللغة أو هذه اللغة، هذه الألفاظ أو هذه الألفاظ، ألفاظ موضوعة وضعها الإنسان، اعتبرها الإنسان، حاجة الإنسان اقتضت أن يوضع لفظ لمعنى. الآن وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى كما بينا في لفظ الماء، وفي لغات أخرى وضعوا لفظ آخر لهذا المعنى. لم يوضع لفظ الماء لمعنى الماء في اللغة أو عند أهل اللغة الأجنبية الصينية أو الهندية أو الإنجليزية أو العبرية أو غيرها من اللغات. إذن هذا الاعتبار، هذا اللفظ الذي وضعه الإنسان الآن قبل 100 عام، قبل 1000 عام، قبل 2000 عام، الله سبحانه وتعالى تحدث مع موسى، تكلم مع موسى. أي لغة يعرف موسى؟ موسى يعرف لغة، يعرف إما اللغة العبرية أو اللغة العربية أو لغة أخرى ثالثة أو رابعة أو خامسة. الآن موسى مولود، موسى مخلوق، موسى حديث العهد، تعلم اللغة، اللغة موضوعة من آخرين، موضوعة من أناس، ربما يكون لموسى أيضا مدخلية في وضع بعض الألفاظ، لا نعلم عن هذه الحقيقة شيئا، لكن عندنا ألفاظ حديثة يستخدمها موسى لأنه عاش وولد في تلك الفترة الزمنية وبين أولئك القوم، فتعلم لغة القوم. إذن هذه اللغة هي لغة حديثة، هذه الكلمات هي كلمات حديثة، هذه الألفاظ هي ألفاظ حديثة من وضع الإنسان. الآن الله سبحانه وتعالى حتى يوصل المعنى، حتى يتحدث مع موسى، حتى يكلم موسى، كيف يتكلم مع موسى؟ قالوا أنه تكلم معه بالعبرانية أو بالعبرية، التفت جيدا، تكلم معه كلام الله، الله تكلم مع موسى بأي لغة؟ باللغة العبرية. هل يوجد عاقل يقول تكلم الله مع موسى باللغة العبرية وهذه اللغة العبرية خالدة من الأزل، قديمة، هي الله غير مخلوقة؟ هل يوجد عاقل يقول بهذا؟ لا يوجد عاقل. لكن مع هذا قتل الإنسان، ألغي العقل، ذبح الناس، انتهكت الحرمات من أجل هذه القضية البديهية التي لا يختلف عليها إنسان. كلام حديث، كلمات حديثة، لفظ حديث، حروف حديثة. مع هذا يقول التيمية وتقول الدواعش الفكرية والإرهاب الفكري، يقولون بأن هذا الكلام قديم. كيف قديم؟ نفذ ولا تناقش. قتل علماء، قتل أئمة، قتل فلاسفة، قتل متكلمون من أجل هذه القضية، وأيضا سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. إذن فلا نعرف ما هو جواب أصحاب التوحيد التيمي الأسطوري عن اللغة والألفاظ التي تكلم بها الله تعالى مع موسى عليه السلام، وأن هذه الألفاظ التي
وضع الإنسان المعتبر وحسب حاجته وحسب موطنه وزمانه ولغته هي من وضع وصنع الإنسان ومن خلق الإنسان، فكيف يجعلها التنمية قديمة بقدم الله وأنها ليست مخلوقة؟ مجرد سؤال. نحن لا نجبر الإنسان على شيء، وكما أيضا نأمل أن لا نجبر على شيء ولا نقتل على شيء، نقاش في نقاش وفكر مقابل الفكر. أقول فكيف يجعلها التنمية قديمة بقدم الله وأنها ليست مخلوقة من مخلوقات الله، بل جعلوها الشريك مع الله أو هي الله سبحان الله عما يقولون. والمصيبة العظمى أنهم مع هذا الجهل والتفاهة والسفاهة والضحالة فإنهم يكفرون من يخالفهم في هذه الأساطير والخزعبلات، ويقتلونهم كما قتلوا علماء مسلمين كبار من أئمة وفقهاء وفلاسفة ومتكلمين. سادسا، بعيدا عن مغالطات وتشويشات وتشويهات المنهج التيمي الدكتاتور السقيم، نرجع إلى محتملات المعنى. ولو لم تكن مقصودة في الأصل، فعلى فرض إرادة المعاني وليس الألفاظ بذاتها، فإن كلام ابن تيمية لا يستقيم أيضا. إذن هذا سادسا، أقول بعيدا عن مغالطات وتشويشات وتشويهات المنهج التيمي الدكتاتور السقيم، نرجع إلى محتملات المعنى ولو لم تكن مقصودة في الأصل، فعلى فرض إرادة المعاني وليس الألفاظ بذاتها. يعني هو قال لفظ الرؤية، الآن نقول لا يريد لفظ الرؤية، يريد المعنى الذي يدل عليه لفظ الرؤية. إذن يتحدث، نفترض نحتمل بأنه يتحدث عن معنى الرؤية، وقلنا أي تبرير لا يقبل لأنهم لا يقبلون تبريرات الآخرين، لكن نحن على النهج العلمي حتى نستفيد جميعا. إذن فأقول على فرض إرادة المعنى وليس الألفاظ بذاتها، فإن كلام ابن تيمية لا يستقيم أيضا، وسنرى هذا لاحقا بعون الله تعالى، أي سنبين عدم تمامية ما ذكره ابن تيمية. هذه الأسطورة الخامسة. أسطورة سادسة عنوانها إما التجسيم وإما التشبيه، مجسم مشبه، إما التجسيم وإما التشبيه. أقول في نفس المورد والمصدر السابق قال ابن تيمية وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية، كما رأى يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر له، فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه، وكانت حقيقته سجود أبويه وأخوته، كما قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكذلك رؤيا الملك التي عبرها يوسف حيث رأى السنبل بل والبقر، فتلك رآها متمثلة أو متمثلة في نفسه، وكانت حقيقتها وتأويلها من الخصب والجذب، فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته، بمعنى أن له تأويلا صحيحا يكون مناسبا له ومشابها له من بعض الوجوه، فإن تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة، ولكن من اعتقد أن ما تمثل في نفسه وتخيل من الرؤيا هو مماثل لنفس الموجود في الخارج، وأن تلك الأمور هي بعينها رآها، فهو مبطل، مثل من يعتقد أن نفس الشمس التي في السماء والقمر والكواكب انفصلت عن أماكنها وسجدت ليوسف، وأن بقرا موجودة في الخارج سبعا سمانا أكلت سبعا عجافا، فهذا باطل. وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤيا، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه
ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا، ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآها فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه. فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان العكس. ما هو المصدر؟ بيان تلبيس الجهمية جزء أول كما بيناه، وقلنا نفس المورد السابق ونفس المصدر السابق. كلام طويل طبعا، من يقرأ وهذا نقول يذرع أو يشبر، طبعا يكون في حالة إرباك وفي حالة ضعف ووهن وذلة أمام ما يقول، إنه كلام كبير وفيه فلسفة وفيه علم، لكن لا يعلم بأن هذا عبارة عن خزعبلات، عبارة عن أمور غير مرتبطة، عبارة عن تخيلات وسفاهات يأتي بها من ويجعل منها عبارة عن قياسات باطلة ليست تامة، لا من ناحية الشكل، ليست تامة من ناحية الهيئة، ولا تامة من ناحية المواد، لا مقدمات القياس تامة ولا شكل القياس تام. كل ما نقول إن شاء الله بدليله وببرهانه. إذن كلام طويل، كيف سنفسخ الكلام؟ كما يقال بالعامية شرطك يا تيمية. أقول أولا، حاول شيخ الإسلام المجسم دفع معتقد التجسيم عن نفسه، لكنه وقع في التشبيه وبكل تأكيد وإصرار، فها هو يكرر ويؤكد وجود تشابه بين ما يراه في المنام وبين الموجود في الخارج. فربه الشاب الأمرد الجعد القطط الذي يراه في المنام يشبه ربه الذي في الخارج. مقدار الشبه، سنتحدث عن مقدار الشبه. وكلما ازداد الإنسان إيمانا ويقينا، كلما ازدادت نسبة المشابهة وعدد جهات المشابهة حتى تصل إلى التطابق بين ما يراه في المنام وما موجود في الخارج. ما هو الدليل على ما قلت أنا؟ ما هو الدليل على ما قلته أنا؟ أقول قال الشيخ تيمية، وتلك هذه من العبارة السابقة التي قرأناها، أقتبس ما أحتاجه هنا. ماذا قال؟ قال وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية كما رأى يوسف وكذلك رؤيا الملك، بمعنى أن له تأويلا صحيحا يكون مناسبا له ومشابها له ومشابها، التفت إلى التشبيه، مناسبا له ومشابها له من بعض الوجوه. إذن يوجد تشابه، مشابها له من بعض الوجوه. فإن تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة، والمشابهة والمناسبة. الآن يقول وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام، قد يرى ربه في المنام ويخاطبه. لاحظ كيف يأتي بمقدمات ويفرع عليها بالنتائج. يقول وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه. فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك. التفتوا جيدا، التفتتم جيدا؟ كم مرة كرر المشابهة وأكد عليها؟ لا نعيد، يبقى عليكم المراجعة والمتابعة. هذا أولا. ثانيا قال فهذا حق في الرؤيا، ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام، فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا، فإن سائر ما يرى أو ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا.
هنا أقول على هذه العبارة وأعلق، أقول التفت جيدا، إنه لم يقل بين قوسين، إنه لم يقل بين قوسين يجب ألا يكون مماثلا، لم يقل يجب ألا يكون مماثلا، بل قال لا يجب أن يكون مماثلا. ما هو الفرق بين هذه وهذه؟ التفت جيدا، أقول إنه لم يقل يجب ألا يكون مماثلا، بل قال لا يجب أن يكون مماثلا. فالتماثل الكلي والتطابق ممكن عند التيمية، لم ينفي التماثل، هو يقصد بالتماثل التطابق، سنعرف هذا إن شاء الله خلال الكلام. يتحدث عن مشابهة من بعض الوجوه، ويتحدث عن تطابق، ويتحدث عن تماثل وتطابق، جعل التطابق يقابل التشابه من بعض الوجوه، وجعل التماثل أيضا يقابل التشابه من بعض الوجوه. إذن أقول التفت جيدا، إنه لم يقل يجب أن لا يكون مماثلا، بل قال لا يجب أن يكون مماثلا. فالتماثل الكلي والتطابق ممكن عند تيمية، ولا مانع يحول دون إمكانه. التفت، يوجد فرق عندما يقول يجب أن لا يكون مماثلا، فينفي التماثل نهائيا، ينفي التطابق نهائيا. أما عندما يقول لا يجب أن يكون مماثلا، نفي الوجوب لا ينفي الإمكان. لا يجب أن يكون مماثلا يعني وجوب التماثل هذا غير موجود، لكن إمكان التماثل ممكن يكون مماثلا، ممكن يكون مطابقا. فالتماثل الكلي والتطابق ممكن عند التيمية، ولا مانع يحول دون إمكانه، لكنه يعتمد على، لكن كيف يحصل تطابق أو متى يحصل تطابق؟ كما بين ابن تيمية، أقول لكنه يعتمد على مستوى الإيمان ودرجة اليقين. ولهذا قال فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك، وإلا كان بالعكس. أنا أقول أم هو الذي يقول؟ هو الذي يقول، هذا هو، هذا شاهد من كلامه. ثالثا أقول ما هو العكس؟ عندما قال فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع، أو سمع من الكلام ما يناسب ذلك، ولا كان بالعكس. أقول ثالثا ما هو العكس؟ فهل رب هذا يختلف عن رب ذاك؟ هل إله هذا يختلف عن إله ذاك؟ هل الله لهذا يختلف عن الله لذاك؟ فهل رب هذا يختلف عن رب ذاك، فتختلف الصور ويختلف الكلام بحسب إيمان واعتقاد الشخص؟ وأي إيمان واعتقاد يتحدث عنه ابن تيمية؟ وما هي المطابقة؟ ومع أي شيء تكون المطابقة؟ أيضا هنا ماذا قال؟ قال فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا، مطابقا مع أي شيء؟ لاحظ، ألم أقل لكم بأنه يأتي بخزعبلات، يأتي بكلمات متقاطعة، ويجعل هذه الكلمات في عبارة طويلة يشوش على الأفكار، ويتبعه الجهال وتجري وتسري عليهم هذه الأمور. إذن يقول فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام، مطابق لأي شيء إيمانه واعتقاده؟ إن كان مطابقا لأي شيء، سيأتي التيمية ويبررون ويؤولون ويفسرون حسب ما يشتهون. أقول وأي إيمان واعتقاد يتحدث عنه ابن تيمية؟ وما هي المطابقة؟ ومع أي شيء تكون المطابقة؟ محور الكلام أو الحديث، والحديث عن الصور والكلام، يقول يرى من الصور ويسمع من الكلام. أقول والحديث عن الصور والكلام، فلا نتصور مطابقة هنا إلا مع صور وكلام أصلي أو مرجع نرجع إليه لنعرف هل أنه يطابق أو لا يطابق، أو أنه يطابق بعضه أو لا يطابق البعض الآخر، أو لا يطابق البعض. إذن أقول والحديث عن الصور والكلام، الآن نقول هذا عندما نقول إيمانه واعتقاده يكون مطابقا،
أن هنا نقول هذا المطابقة مع أي شيء. أقول والحديث عن الصور وحديث الحديث هنا في المقام عن أي شيء، والحديث في المقام عن أي شيء، عن الصور وعن الكلام، والحديث في المقام عن الصور والكلام. فلا نتصور مطابقة هنا إلا مع صور وكلام أصلي. عندي صورة أطابق الصورة إذن مع صورة أخرى، والكلام أطابقه مع كلام آخر، مع كلام أصلي. يوجد عندي مرجع، عندي مرجع نرجع إليه، عندي مرجع نرجع إليه، عندي أصل أرجع إليه، عندي صور، عندي ألبوم صور، عندي ألبوم صوتيات. حتى أطبق هذا ينطبق على هذا أو لا ينطبق، هذا يشبه هذا أو لا يشبه هذا، يماثل هذا أو لا يماثل هذا، جهات التشابه مع هذا كم يشبه هذا وكم يشبه هذا. إذن يحتاج إلى أصل، إلى مرجع أطبق عليه وأرجع إليه. أقول والحديث في المقام عن الصور والكلام، فلا نتصور مطابقة هنا إلا مع صور وكلام أصلي، ومرجع نرجع إليه. فلا نتصور مطابقة هنا إلا مع صور وكلام أصلي ومرجع نرجع إليه، لنعرف هل أنه يطابق أو لا يطابق، أو يطابق بعضه. وهنا يأتي السؤال عن الصورة والكلام الأصلي، المرجع أو المرجع. ومن هنا يأتي السؤال عن الصورة والكلام الأصلي، فمن أين يحصل عليه الشخص، وكيف يعلم به ويتيقنه، وأين يراه ويسمعه، ثم يجعله مرجعا له يطبق عليه الصور والكلام التي رآها وسمعها في المنام. يعني التفت جيدا، الآن الكلام هو في رؤية الله، في سماع كلام الله في الرؤيا. الآن في الرؤيا مع ابن تيمية، الآن نسلم معه في الرؤيا. الآن عندما ترى صور، ترى صورة، تسمع كلاما في المنام، الآن كيف تطبق بأن تقول هذا الكلام هو كلام الله، هذا الجزء من الكلام هو كلام الله، هذا هو صوت الله، هذه هي أحرف الله، هذه هي كلمات الله، هذا هو لفظ الله، هذا هو كلام الله، هذه هي كلمة الله. وعندما ترى الصورة تقول هذه صورة الله، هذا الشاب هو الله، هذه القططية، هذه الجعودة أو الجعدية أو الصفة الفلانية، العين أو الأذن أو اليد أو الساق أو السن أو اللها أو الرأس أو اليد، هي لله أو ليست لله. كيف تطبق هذا؟ إذن المفروض عندك صور قبلية، معلومات قبلية، عندك مرجعية للصور، مرجعية للأصوات، مرجعية صوتية، مرجعية صورية، عندك ألبوم صوتي، عندك ألبوم صوري، تطبق عليه هذا المرجع، هذا المرجعية، هذا الاستوديو الموفوف فيه صور الله وأحرف الله، فيه أحرف الله، فيه كلام الله، فيه كلمات الله، فيه أصوات الله. وهنا تأتي تطبق، هذا ينطبق وهذا لا ينطبق، هذا يتطابق وهذا لا يتطابق. أقول فمن أين يحصل عليه الشخص، وكيف يعلم به ويتيقنه، وأين يراه ويسمعه، ثم يجعله مرجعا له يطبق عليه الصور والكلام التي رآها وسمعها في المنام. أسطورة سابعة، يرى الله ويخاطبه، أصل توحيدي تيمي. أسطورة سابعة، يرى الله ويخاطبه، أصل توحيدي تيمي. هل ابن تيمية مسلم؟ هل هو مؤمن؟ هل هو صالح؟ هل هو شيخ الإسلام التقي النقي الموحد الأوحدي؟ استفهامات، أسئلة. الجواب أقول بكل تأكيد يكون جواب التيمية بالإيجاب، ولا شك عندهم في ذلك، ونحن نحترم رأيهم واختيارهم، هذا شأنهم، كما يقال حرية وديمقراطية، أن تمشي كما يقال، كيف تجري، وأي حرية وأي ديمقراطية مع الذبح والحرق والتمثيل بالجثث ومصادرة الفكر والأفكار والعقل، بل مصادرة الرؤوس والأرواح. أقول بكل تأكيد يكون جواب التيمية بالإجابة، ولا شك عندهم في ذلك أبدا. إذن إن كان عندكم عقل فاسمعوا وقرأوا وعقلوا،
قال ابن تيمية في نفس المصدر ونفس المورد. ماذا قال ابن تيمية؟ قال بعض المشايخ، ابن تيمية يقول قال بعض المشايخ إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله. لاحظ ما هي مصادره، يعيب على الناس ويكفر الناس، ما هي مصادره؟ فلان شاهد في الرؤيا، قال بعض المشايخ، الدعاءات أجمع المسلمون، قال العلماء، السلف، الصحابة، كلها ادعاءات غير حقيقية، ادعاءات مخالفة للواقع، ادعاءات واهية. هنا يقول قال بعض المشايخ إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله. قال بعض المشايخ إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله، وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم، وما أظن عاقلا ينكر ذلك. طبعا عندما الآن يحتمل، وهذا هو الأسلوب معتاد، عندما تسجل إشكال على هذه العبارة يقول لك هذا ليس رأيه، هو يقول قال بعض المشايخ، ماذا تقول لهذا؟ تقول له أيها الحجر، أيها الصنم، أيها العبد، أيها المغالي والمؤله للأشخاص، ألم يفرع على ما قاله؟ يأتي بالشاهد ويفرع عليه الكلام والنتائج ويقول لا يتبنى هذا، كما في قضية تصحيح رواية وحديث الشاب الأمرد. إذن يقول إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله، وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم، وما أظن عاقلا ينكر ذلك. بعد هذا يكمل يقول فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه، إذا الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره، وهذه مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين، إلى أن يقول والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام، والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام. لا أعرف هل يوجد، ابحثوا عن التواتر الذي يدعيه ابن تيمية في هذا المقام. هذا أين بيان تلبيس الجهمية، جزء أول في صفحة 328 إلى 325 إلى 328. أقول أولا ابن تيمية العالم الصالح التقي النقي يرى ربه في المنام ويخاطبه. الادعاء الافتراء لا، استغفر الله، انا لا افتري. اقول حسب كلامه ابن تيمية، سلمنا الان، سلمنا بان ابن تيمية عالم صالح تقي نقي، اليس هذا هو جوابكم؟ وانا اريد ان احتج عليكم، فأحتج عليكم بما تلزمون به أنفسكم. أنتم تقولون بأنه عالم صالح تقي نقي، أنا أحتج عليكم الآن، أنا ألزمكم الحجة. أما من الخزعبلات، من التفاهة، من الغباء أن ترجع علي وتقول لي أنت من أنت لا تعترف أصلا بابن تيمية، أو أنت لا تقول بأنه صالح، أو أنت لا تقول بأنه تقي نقي. إن فعلا كنت أقول بهذا فهذا لا يأتي علي، لأني أنا الآن في مقام الاحتجاج عليكم، هو إمامكم، هو خليفتكم، هو عالمكم، هو مرجعكم، هو نبيكم. إذن أقول ابن تيمية العالم الصالح التقي النقي يرى ربه في المنام ويخاطبه حسب كلامه، فهو يقول ويقر ويدعي ويزعم ذلك، بل إنه الشيخ الصالح، بل إنه الشيخ الصالح الذي يجسد أوضح وأجلى تطبيقات ومصاديق ما ذكره من أسطورة رؤيا الله ومخاطبته. كيف؟ ماذا نقصد بهذا؟ أقول فتطبيقا لكلامه وقانونه ونظريته العرفانية الكشفية، وعلى لسانه أقول ابن تيمية
من الصالحين بل من أصلح الصالحين وأرقاهم من أصلح الصالحين وأرقاهم فما زال يرى ربه في المنام ويخاطبه وما أظن عاقلا ينكر ذلك وإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره وهذه مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين والنقل بذلك متواتر عن من رأى ربه في المنام. أليست هذه عبارة ابن تيمية؟ قال وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم، فأنا بدل هو من الصالحين فأقول ما زال ابن تيمية يرى ربه في المنام، لم يفعل شيئا، هو صالح أم ليس بصالح؟ هو صالح، هو من أرقى الصالحين، هو إمام الصالحين، هو خليفة الصالحين، هو نبي الصالحين. ينطبق عليه هذه القاعدة التي أتى بها ابن تيمية أو لا تنطبق؟ تنطبق عليه. إذن هل أتيت بشيء من عندي؟ إذن أقول على لسان ابن تيمية، أقول ابن تيمية مجرد تطبيق لكلامه، ابن تيمية من الصالحين بل من أصلح الصالحين وأرقاهم، فما زال يرى ربه في المنام ويخاطبه وما أظن عاقلا ينكر ذلك وإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره وهذه مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين والنقل بذلك متواتر عن من رأى ربه في المنام. ثانيا إن الله رب الصالحين، أي الله هو رب الصالحين، إن الله رب الصالحين ورب العالمين جميعا حتى غير الصالح من الفاسقين والمنافقين والمشركين والكفار، أليس كذلك؟ هل يوجد رب آخر؟ هل يوجد رب ثاني؟ أو هو رب واحد؟ هو إله واحد؟ هو خالق واحد؟ إذن أقول إن الله هو رب الصالحين ورب العالمين جميعا حتى غير الصالح من الفاسقين والمنافقين والمشركين والكفار. من ربهم؟ الله ربهم. أقول وإن شيخ التجسيم تيمية يقول إن الجميع يرون ربهم ويخاطبهم حتى غير الصالحين، لست أنا من أقول، هو من يقول؟ قال وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم وما أظن عاقلا ينكر ذلك. أقول وأن شيخ التجسيم تيمية يقول أن الجميع يرون ربهم ويخاطبهم حتى غير الصالحين، وهنا نطلب من التيمية أن يتفضلوا علينا، وهنا نطلب من التيمية أن يذكروا لنا صورة، أن يذكروا لنا صورة طبق الأصل عن الله الرب الذي يرونه ويخاطبونه ويخاطبهم، وليتفضلوا علينا ويذكروا لنا كل الصور طبق الأصل للرب الذي يراه كل أتباع مذهب وطائفة ودين وملة ونحلة، لكي نعمل معرضا للصور حتى لا تشتبه وتختلط الأمور علينا. عندنا إله واحد، عندنا الله واحد، عندنا رب واحد، الكل يرون الله في المنام ليس باختيارهم بل تفرض عليهم الرؤيا. الآن كلهم شاهدوا، إذن ليعملوا معرضا، ليعملوا مؤتمرا لكل الأديان والملل والنحل والطوائف، وكل طائفة، كل شخص قد رأى ربه، كل طائفة ترسم لنا صورة حتى لو كانت تقريبية، حتى نقارن، حتى يحصل عندنا معرض للصور حتى لا تشتبه علينا الأمور. إذن وهنا نطلب من التيميين يذكروا لنا صورة يذكروا لنا صورة طبق الأصل عن الله الرب، عن الله الرب
الذين يرونه ويخاطبونه ويخاطبهم ويتفضل علينا ويذكر لنا كل صورة طبق الأصل للرب التي للرب الصور ويذكر لنا كل الصور طبق الأصل للرب التي يراها كل أتباع مذهب وطائفة ودين وملة ونحلة لكي نعمل معرضا للصور حتى لا تشتبه وتختلط الأمور علينا. ثالثا، إذا كان رسول الله الصادق الأمين الإنسان الكامل الصفي النقي التقي المخلص المخلص المصطفى المشتبى يرى الله بصورة شاب أمرد جعد قطط، فما هي صور الله التي سيراها الآخرون كابن تيمية وأتباعه وباقي المسلمين والنصارى واليهود والصابئة والحرانية والمجوس والسيخ والبوذيين والهندوس والفلنتينيين والمثليين وعبدة الشيطان؟ بل وما هي صورة الله التي صورة الله التي يراها إبليس وباقي المرد والشياطين؟ رابعا، أسطورة وخرافة أسطورة وخرافة صورة الله وتعدد وكثرة صور الله ورؤية الله ومخاطبته تدل بكل وضوح على مصدر دين المارق التكفير الإرهابي الإجرامي. فمجرد لحظة تفكير سليم وبتجرد تام تجد وتتيقن أن الله تعالى يستحيل أن يأمر بمنهج قبيح في التكفير والإرهاب وسفك الدماء والتخريب والدمار والفساد والإفساد. إنه إبليس، إنه الأعور الدجال، إنهم يتعاملون مع إبليس والدجال ويرون إبليس والدجال والشياطين يأخذون دينهم منهم. ولكي تترسخ الفكرة ولخطورة ما ذكرناه، عسى أن تحصل هداية لنا جميعا مما ذكر، نكتفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.